ايه هي مواصفات رجل المبيعات السيلز الملابس الشاطر ممكن يشتغل في ماركات؟ الناس اللي بتشتغل في براندات وماركات عالمية دايما بيركزوا على شوية حاجات. اول حاجة المظهر، ودي نقطة مهمة جدا. لو انت وزنك او وزنك كبير، لو شكلك في حاجة، لا دايما يحبوا يبقى شكله شيك، لانه بيقولك وجهة للمكان، وكل ما كان شكله احسن. والله بقى عيون خضراء ماشي، بس لو مش بقول لك كلنا يبقى عيون خضراء، ولكن لو يعني شاب ولطيف وجسمه كويس وعضل ومصل بنت شكلها لطيف، كل ما كان فرصه في التعيين افضل. المقصود طبعا مش الوسامه الشديده، اللباقه، ودي نقطه مهمه جدا، بيهتموا جدا باللباقه. قدرت على الكلام، اهلا بيه حضرتك يا فندم، اتشرف كذا كذا. تقول طب ما انا بروح براندات والسيلز زي الزفت، بيحصل، ولكن بقول لك هما في الانترفيو بيركزوا على ايه، وهو ده اللي انت لازم تكون عندك، اللباقه مع العملاء، لان ده كمان هيجيب عملاء وهيخلي فرصك افضل. نركز كمان على تحقيق التارجت، يا فرحتي شكل كويس ولبق بس ما بيعرفش يحقق التارجت زي قلته، فزي حقق التارجت والحاجات دي بيركزوا على في الانترفيو. فلو اشتغلت في اي مكان تاني كان في ده، خاصة في سيلز الملابس، هتكون بالنسبة لك ادفانتج او حاجة ايجابية. الامانة، ودي طبعا مهمة جدا، ما فيهاش السرقة الكلام ده كله، او انك تتعامل مع العملاء بقرف، كل دي من ضمن الحاجات اللي بيركزوا عليها، لكن بالترتيب: الشكل، القدرة على التفاوض والاقناع، تحقيق التارجت طبعا، والامانة والوجاهة، وانك بتلابس الوان لطيفة وبتعرف تتعامل، والصبر، وكل الحاجات دي تقدر انك تحققها. اللباقة تعمل منك رجل سيلز ملابس شاطر. كان معاكو، بس قبل ما كنا كان معاكو، اكتبوا لنا في التعليقات ايه بالنسبة لكم تفتكروا لو دخلتوا اي محل ملابس، ايه صفات رجل الملابس اللي هتكون بالنسبة لك، او سيدة الملابس، الشخص اللي بيشتغل في هذه المهنة في الريتيل، في الفروع، ايه اللي بالنسبة لك شايفه ان هو حاجة ناجحة في هذا او هذه الشخصية؟ كان معاكم مصطفى عطية، استشاري التدريب والتطوير، كارير كوتش. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.